بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عمر. طيب، في المحاضرة دي أنا عايز أشرح لكم واحدة من أهم الفيتشرز بتاعة الإكسل 2007 2008 لحد 13، اللي هو البيفوت تيبل. البيفوت تيبل هي فيتشر بنقدر نعمل بها ريبورت من داتا، كمية بتاعة داتا كتيرة جدا جدا. طيب، لكن هنا في زي هاند اوتس دي بتشرح لنا انه انا قبال ما ابدا البيفوت تيبل المفروض اعمل شنو في الداتا بتاعتي، شكل الداتا، الرصه بتاعت الداتا، او الداتا سيت اب بتاعتي حتكون شكلها كيف. اهم شيء انه الداتا بتاعتي تكون مرصوصه بطريقه علميه اكسليه اذا صح التعبير، انه يكون في هيدرز فوق هنا اللي هي زي الديت والريجن والسيلز والبرودكت لحد البروفيت، دي الهيدرز بتاعتي. بعد ذاك ما يكون في بلانك كولومز، يعني ما يكون عندي كولوم في النص فاضي، لأن يعني الكولوم دي كده هيفصل لي الداتا دي من الداتا دي. وتاني ما يكون عندي بلانك روز، برضو الرو ده هيفصل لي الجزء ده من الجزء ده، فبيبقى الجزء الفوق عنده والجزء التحت ما عنده هيدرز فوق. وواحدة تانية من الحاجات المهمة انه ما يكون في داتا ملامسة المين داتا بتاعتي، يعني ما يكون في داتا في الحتة دي، يكون في كتابة هنا ملصقة وهي ما جزء من الجدول، لا. عشان كده انا حتى عامل فاصل زي كولوم، يعني اتليست يكون في كولوم فاصل بينه وبين الداتا التانية، يعني هنا ما في مشكلة لانه في فاصل بتاع كولوم في النص بيناتهم، وهنا برضو يكون في فاصل لحد حتى النهاية لو مشينا تحت، برضو انا عامل لكم جرين زي كولوم او لاين عشان يفصل انه دي الداتا بتاعتي حدودها. بعد ده اي داتا تانية تحت الجرين لاين دي ما في مشكلة، ما بسبب لي مشكلة الا اذا كان في الجرين لاين هيسبب لي مشكلة. بالنسبة لل الهيدنجز بتاعتي فوق هنا برضو ما يكون عندي empty header، يعني ما يكون ده فاضي كده، لازم يكون فيه كتابة. الكتابة مهما كانت طويلة هنا بالنسبة للهيدر ما بيفرق، بس يكون في كول في نفس السيل. يعني بعد ذاك في النص هنا حاول انه ما يكون في empty cells، هي ما بتفرق كتير شديد، لكن دائما عشان الداتا تكون مظبوطة او الاكسل يقدر يتعامل معاها كويس مفروض يكون في داتا موجودة. طيب كده خلاص الداتا بتاعتنا سيت اب تمام، ما في اي مشكلة. بعد ده عايزين نبدأ البيفوت تيبل. طيب حقيقة في البيفوت تيبل عندنا اتنين، في بيفوت تيبل وفي بيفوت شارت، في نوعين. فلو وقفت في اي حتة في الجدول وجيت انسيرت، لو ضغطت على السهم هنا بتلقى في بيفوت تيبل وفي بيفوت شارت. نحن الليلة هنشتغل بالبيفوت تيبل، في الفيديو السجادي هنتكلم اللي هو عندنا هنا بيفوت شارت. طيب لو انا ما عايز افتح السهم ده، لو ضغطت طوال هنا هيديني الديفولت هو البيفوت تيبل طوال، يعني بدون ما افتح هنا ممكن طوال اعمل كليك هنا هيديني البيفوت تيبل. طيب البيفوت تيبل مشت لقت الداتا بتاعتي كلها مرصوصة بطريقة علمية جميلة، فطوال مشت عملت هايلايت لكل الرينج بتاعي اللي هو ده هو الرينج اللي انا عايز اعمل منه البيفوت تيبل. او عندي اوبشن بتاع انه ممكن اجيب داتا من حته تانية، يعني من اكسترنال سورس، اللي هو مثلا اذا كان في فايل بتاع اكسل تاني او في داتابيس تانية، لكن حس انا عايز اعمل من نفس الداتا بتاعتي الموجوده، اذا اخليها هنا سلكت التيبل او الرينج اللي هو انا ظللت الرينج بتاعي. هنا choose where you want to pivot table report to be placed. الريبورت اللي هيجينا ده عايزين يكون وين، في نيو شيت ولا في اكزيستنج شيت، يعني في نفس الشيت دي ولا في نيو شيت. دايما بنفضل انه يكون في نيو شيت اللي هو الديفولت ده، ونعمل اوكي. طوالي مشى عمل لنا شيت جديده وجاب لي فيها الهيكل بتاع البيفوت تيبل، وعندي هنا بجاي دي بيسموها البيفوت تيبل فيلد ليست، اللي هو فيها كل الكولم هيدنجز بتاعت الجدول بتاعي الجبال هناك اللي هو من الديت لحد الكروس بروفيت. هنا عندي اربع مستطيلات مهمه جدا جدا، اللي هو اهمها البيفوت الرو ليبلز والرو كولومز والفاليوز والريبورت فلتر. طيب هنا في الهيكل بتاع البيفوت تيبل بيوضح لي انه لو ملاحظين هنا في دي الكولومز، اللي هو لو انا خطيت حاجه في الكولوم هتظهر لي فوق في هنا في الحته دي، لو اخترت حاجه في الرو هتجيني في الروز اللي هو في الحته دي، اي حاجه في الاي فاليو هتظهر لي بين في الباتوم هنا في الجزء في النص ده. طيب
وهنا مديني علامة بتاع التيك انه يا اخي انت تعال هنا فوق عمل تيك، بعد ذاك هيجيك في المربعات الاربعة دي. طيب الرو ليبل دايما اي تكست، اي تكست يعني اي حاجة فيها كتابة لو انا عملت عليها تيك هتظهر لي وين هنا في الرو ليبل، واي حاجة فيها نمبرز طوال هتظهر لي وين في الاي فاليوز. دي الاوبشنال، بعد ذاك نشوف كيف نقدر نغير واحدة منهم. طيب انا من البداية انا هنا في البيفوت تيبل دار تعمل ريبورت، من المفترض انك تعرف انت عايز تعمل ريبورت لشنو، او الزول طلب منك الريبورت هو عايز يعرف شنو. طيب انا حاسي مبدئيا داير اعرف مجموع المبيعات في كل ريجون، انا عندي ريجونز هنا داير اعرف الريجونز بتاعتي هي ذاتها شنو وكم ريجون، وداير اعرف المجموع بتاع المبيعات اللي هو السيلز بتاع كل ريجون كم. طيب بعدين بيجي راجع للبيفوت تيبل بتاعتي اللي هي عمل لي شيء جديده. اول حاجه بجي بشوف الريجون وين بصححه، اول ما صححته طوال الريجون قام جاني وين، لانه تكست لانه نورث وورس ويست جاتني طوالي وين هنا في الرو ليبل. بعد ذاك عايز السيلز طوالي هي عمل كليك في السيلز واوتوماتيكلي جاني السيلز وين في الحته بتاعت الاي فاليوز. كده انا حسي عرفته انه كل ريجون التوتال سيلز بتاعها كانت كم، وده هو الجراند توتال بتاع السيلز بتاعت كله في الاربع ريجونز. طيب عشان نتاكد من المعلومه دي، لو بس انا نقلت المعادله دي تحت هنا مثلا 9 4 6 5 8 4، ف عشان تلاحظوا معي بعدين انه الرقم ده ما حيتغير خالص، الرقم ده ما حيتغير لانه هو في النهايه هو مجموع الترانزاكشنز الحاصله وين في الجدول بتاعي. طيب لو جينا ما عايزين بالريجون طوالي شيت الريجون جدعته برا، في النهايه الرقم ده هو نفس الرقم ده. طيب حتى لو شلنا الديسيمال بليسز عشان يكون تيبيكال لهم. طيب لو عملنا كليك هنا طوالي رجعت معي، لو ملاحظين الفيلد ليست دي بتختفي بمجرد ما عمل كليك برا، الفيلد ليست بتختفي. اول ما عملت كليك في البيفوت تيبل بتاعي هنا طوالي بيظهر معي الفيلد ليست. طيب المره دي انا عايز اعرف بالسيلز ريب كل من دي مبيعات مبيعاته كانت كم، لو ملاحظين الرقم ده هو نفس الرقم ده ستيل، فانا كده عرفت انه كل مندوب مبيعات مبيعاته كانت كده. طيب لو عايزين نعرف كل مندوب مبيعات بعلينا من كل برودكت كم، طوالي حامل كليك على البرودكت طوالي قام جاني هنا قال لي يا اخي مندوبة المبيعات ابتهال مبيعاتها في الكليك كان كده وفي الجي ام سي كده وفي البرادو كده وفي الفيستو كده وفي الفي اكس ار كده، وده التوتال بتاعه. في النهاية لو انا مشيت تحت الجراند توتال بتاعه هيكون 946، هون ده الجراند توتال 946 584 اللي هو نفس الرقم ده. طيب حسي هو مديني المندوب بتاع المبيعات بعد ذاك العربية، لا انا عايز اعرف عايز اعمل حاجة تانية، اقوم اخلي العربية هنا بعد ذاك المناديب بتاع المبيعات هيكون هنا اللي هو بس احكس ده، اشيل البرودكت اخده بفوق للسيلز ريب، البرودكت ده كليك اند دراج اخده بفوق للسيلز ريب كده الكليك ودي المناديب المبيعات، يعني في العربية الكليك ابتهال مبيعاتها كانت كده، حسام كان كده وكده. او ممكن اشيل السيلز ريب اخده في الكولوم، فكده شكل الجدول هيكون بالطريقه دي. يعني اميزنج فيتشر، يعني بكل سهوله شوف هيعمل الكالكوليشن زي كيف، عندي في الكليك ابتهال مبيعاتها كده حسام كده ونضال كده لحد النهايه، وده الجراند توتال بتاعهم وده الجراند توتال بتاع الكولومز. او اشيل السيلز ريب اخده هنا وارفع البرودكت هنا، كده عندي ابتهال مبيعاتها من الكليك كان كده ومن الجي ام سي مبالغه. بعد ذاك ممكن نمشي ديزاين، وممكن تختاروا اي شكل بتاع ديزاين ممكن يكون لائق، او حتى لو عايز تعمل خطوط مثلا كده ممكن، لو عايز تعمل او ممكن تلقى جاهز اصلا في ديزاين لو انت مشيت بتلقى في حداد بالاشكال دي. طيب حسنا لو ملاحظين هنا كاتب لي رو ليبلز وهنا كاتب لي كولوم ليبلز، فلو انا عايز ارجع الحاجه دي انها تبقى السيلز ريب وهنا يبقى لي مثلا البرودكتس، بنمشي في ديزاين في حاجه اسمها الريبورت لاي اوت، لو اخترنا شو ان تابولر فورمات فبتلقى هنا
كتب لي السيلز ريب، وهنا كتب لي البرودكت اللي هي دي البرودكتس، وده السيلز ريب، وفي النهايه انا اخترت السم اوف سيلز اللي هو دي مجموع المبيعات لكل الناس دي. طيب لو عايز اغير الفورمات بتاع الارقام دي، حس هي ما معروفه لانه انا عندي في الجدول الارقام دي هنا في البيفوت تيبل كلها بالدولار، عايز اقوم اغير الفورمات بتاع النمبرز هنا. ففي البيفوت تيبل ما بحتاج انه انا اظلل وامشي اغير الفورمات لا، بس رايت كليك في اي رقم وحامشي value field settings وحاجي number format وحختار مثلا accounting. هنا في خانات عشرية، اذا انا محتاج لخانات عشرية بخليها، ما محتاج حقوم اعملها 0 او اعملها 1، اعمل اوكي اعمل اوكي، اوتوماتيكلي كده كل الارقام بتاعتي اتحولت لدولار وفيها 2 decimal places. هنا معناته شنو؟ حسام ما عنده اي مبيعات في الجي ام سي. انا عايز اوري الاكسل البيفوت تيبل انه اي خليه فاضيه يخد لي فيها زيرو، طوالي حعمل رايت كليك في اي حته وحامشي بيفوت تيبل اوبشنز، والتاب اللي اسمه لاي اوت اند فورمات، في فور امتي سيلز شو ممكن اكتب زيرو هنا وعمل اوكي، طوالي هنا اتخطى ليا زيرو، لكن ده بس من شكل الفورمات. يعني لو انا مشيت هوم وغيرت شكل الفورمات لنمبر حتلقى انه هو خدت لنا زيرو، لكن انا محتاج انها تكون هي فورمات، عشان كده اقوم اخليها بنفس الطريقة. طيب هنا انا عندي جراند توتلز، وهنا برضو عندي جراند توتلز اللي هو ده التوتل بالنسبة للرو، يعني شنو؟ يعني ابتهال مبيعاتها كله، ده التوتل بتاع ابتهال، يعني من هنا لحد هنا لحد ال VXR اللي هو ده مفروض يساوي لي 163. لو جيت الصمي هون ده 163 593 ده ابتهال، وده التوتال بتاع حسام، وده التوتال بتاع كده. وبعد ذاك هنا في الكولومز العربات الكليك كلها مبيعاتها كانت كده، العربات الجي ام سي مبيعاتها كده لحد النهاية. فلو انا ما عايز ال التوتلز او دار اشيل واحدة من التوتلز، برضو بمشي ديزاين، بعد ذاك في هنا جراند توتلز، فهنا off for rows and columns، هنا لا في grand total للرو ولا في grand total للكولوم. او ممكن تاني كليك هنا وامشي design وحاجي grand totals، اقول له for rows only اللي هو بس grand total للrows، او ممكن اقول for columns only اللي هو بس grand total للcolumns، او الاثنين مع بعض كده on for rows and columns. ففي النهاية هي اوبشنالز. طيب لو عايز اضيف حاجه ثانيه، انا داير اضيف ال ال الموديل، لو ضفنا طيب او ضفنا الكاستمر، لو ضيف عفوا لو ضفنا الكاستمر، طيب لو ضفنا الكاستمر، شلنا الكاستمر ونزلناه بتحت للسيلز ريب، فبتلقى انه المندوبة المبيعات ابتهال مبيعاتها لبنك السودان من الكليك زيرو من الجي ام سي كده من الحمر كده، ابتهال ذاتها مبيعاتها لكنار من الكليك زيرو من كده كده، فدي كلها معلومات لو ملاحظين، فدي شكل الداتا بتاعتنا. او ممكن انا اعكس، يعني بدل ما اخلي السيلز ريب في الاول، ممكن اجيب السيلز ريب اخليه هو يعني بنك السودان ابتهال بعت ليها كليك كذا وجي ام سي كذا وحسام بعت لها كذا وده بعت لها كذا، او اعكس اجيب البرودكت هنا واقوم ارجع السيلز ريب هنا، فمبالغة اميزنج اميزنج فيتشر. فدي كلها يعني ميزات جميلة جدا جدا الزول ممكن يلقاها في الاكسل. طيب لو شلنا الكاستمر برا وشلنا السيلز ريب خديناه هنا، قمنا جبنا الموديل خديناه هنا وجينا ده خدينا دخلنا الموديل فوق، فدي كلها فيتشرز في الاكسل. فشوف شكل الريبورت بتاعنا هيكون كيف، انه دي عربات موديل 2009، الكليك مبيعات ابتهال من الكليك كان كده، مبيعات حسام من الكليك، مبيعات مهاب من الكليك، نضال من and so on. طيب لو عايزين نعمل فاصل بين كل سنة وسنة، اللي هو لو جينا هنا في blank rows، لو عملنا insert blank rows اللي هو دي insert blank rows blank line after each item،
فكده اداني فاصل بين كل ايتم وايتم، اللي هو ده 2009 وده 2010 وده، وممكن كليك كده وطوالي ممكن الون برضو نديه اي لون عشان اعمل فاصل بيناتهم كده. فالاكسل البيفوت تيبل مبالغة كفيتشر. طيب دي كلها ما عايزها السيلز، خلي السيلز لو ودي برضو ما عايزينه. شلنا الديت، شوف لو عملنا الديت شوف هنا ظهر شنو، ظهر لي الترانزاكشنز على كل يوم. انا ما عايز بالايام، انا عايز الترانزاكشنز دي تكون مثلا نعمل لها جروبينج، يا بالشهر يا بالسنه يا بالكوارتر. فبعمل رايت كليك في الكولوم بتاع الديت، رايت كليك جروب اللي هي دي جروب، بعد ذاك هنا دي كلها اوبشنز. لو عملنا جروب باي مانث كده اداني ال 12 شهر بتاعي، انه مبيعاتي في شهر واحد كانت كده، في شهر اثنين كان كده، في شهر ثلاثه كده، وده التوتال بتاعي. ما عايز بالشهور، ممكن اجي اعمل جروب تاني بحاجه غيرها، اللي هو بتعمل كليك في الشهر تشيله، بعد ذاك بالكوارتر يعمل كده انه ده الربع الاول، اللي هو كل 3 شهور، الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث، في النهايه ده الجراند توتال. لا عايزين بالسنه، ممكن نعمل جروب، اعمل كليك في الكوارتر ونعمل كليك في الير، ده كده مبيعات 2009 2010 12 و13. طيب لو عايزين بالسنه وفي نفس الوقت بالكوارتر مثلا، طوالي هنيجي نختار السنه ومعاها الكوارتر الاثنين مع بعض ونعمل اوكي. كده عندي 2009 الكوارتر الاول كان كده، الكوارتر اميزنج اميزنج فيتشر. فدي دي كلها يعني امكانيات موجوده في البيفوت تيبل، الزول ممكن يتعامل معاها. طيب فلو عايزين نعمل بالمتوسط، دارين نشوف متوسط المبيعات في الكوارتر الاول كان كم وفي الثاني كم، ف very simple right click بتجي summarize by، حسه هو by default مختار الصم، انا ممكن اقول له بالافريج. فده متوسط المبيعات في الربع الاول، وده متوسط المبيعات في الكوارتر الثاني من 2009، ودي كلها التفاصيل. لو عايز الماكسيمم برضو رايت كليك سمرايز باي، هيا اختار الماكسيمم، فدي الماكسيمم اللي هو اكبر المبيعات في الكوارتر الاول كان كده، واكبر المبيعات او ممكن اختار المينيمم اند سو اون. فدي كلها فيتشرز موجوده في الاكسل، الزول ممكن يقدر يتعامل معها. طيب لو عايزين نحرك الشارت نجيبه حته تانيه، اللي هو بنعمل فيها كليك في اي حته وبنجي اوبشنز، بعد ذاك بنختار select، نختار enter pivot table، بعد ذاك نيجي نختار هنا move pivot table، بعد ذاك اختار الحتة مثلا هنا اعمل اوكي okay. فكده قدرنا نحرك ال pivot table بتاعتنا. طيب كده احنا خلاص يمكن يكون وصلنا، او قبل ما نصل للحتة دي في حاجة اسمها ال report filter. طيب اذا احنا قمنا شيلنا، ان احنا هنا شلنا الير اللي هو ده، طيب بالسنين والكوارترز، وبعد ذاك السيلز، لو جينا شلنا الريجن خدناها هنا، طيب كده حسي دي هي المبيعات بتاعت كل الريجنز. لو انا عايز بس ريجن واحده بس، يعني انا داير ريبورت بالشكل ده لكن لريجن واحده، طوالي هفتح السهم هنا وهختار مثلا ايست، اعمل اوكي، ده حسي ريبورت فقط لشنو، للايس. حتى شوف الجراند توتال بتاعي بيجا كان، بيجا 15000 جبال، كان 900 وحاجه. طيب لا لو انا داير للنورث فقط، عملت اوكي برضو، ده بالنسبه للنورث. لو انا عايز اثنين مع بعض، يعني داير النورث وداير الايست مثلا، هقوم اعمل شنو، سيلكت مالتيبل ايتمز، حاجه صحيح على الحاجتين الدايره، مثلا دايرين النورث والويست، نعمل اوكي. فده كده الريبورت بالنسبه للاثنين كلهم، اللي هم النورث لكن بس الحاجه الوحيده اللي في 2007 ما موجوده، انه انا حسي ما عارف انه الريبورت ده بتاع شنو وشنو، ما عارفه الا افتح الدروب داون اروح حتى بعد ذاك اجي اكتب هنا النورث والويست. فلو انا مقدمه لزول لازم هقوم اكتب هنا الريبورت بتاع النورث والويست مثلا. فالمشكله دي اتحلت في الاوفيس 2007، جابوا حاجه اسمها سلايسر، فحلت المشكله بتاعت انه انت ما تكون عارف انه الحاجه المختاره شنو، فجابوا حاجه اسمها سلايسر قاعده برا، انت بتقدر تعرف انه هو انا عامل ريبورت فلتر لمنو
لكم ايتمز وحتى حتكون واضحه. طيب ده تقريبا كل ما يتعلق بالبيفوت تيبل، وفي الفيديو الجاي هنجي نتكلم عن السم والماكس والمينيموم والافريج في البيفوت تيبل، وهنتكلم برضو عن البيفوت شارت، وهنتكلم عن الجروبينج. والسلام عليكم ورحمه الله.